سلمى، من أيام قليلة طلعت نتائج البكالوريا، وهون يمكن كانت حالة كبيرة من السعادة نتيجة وجود نسبة عالية من التفوق. مثل ما شفنا طلاب كتير هلأ هن بحيرة كبيرة بين التخصص اللي راح يختاروه، وهون يمكن سلمى بتتدخل نصيحة الأهل والقرابين وأصحاب التجارب وغيره. كل واحد يمكن عنده رأي معين بالمفاضلة يلي بده يقدمها الطالب، واللي بتعمل حيرة بشكل كتير كبير. وقعتي بهذا الشيء سلمى؟ شوي، يعني كان في شوية حيرة، بس أنا سلفا كنت محددة شو بدي. هذا يمكن شوي بيساعد كتير سلمى. أكيد. فرح نتعرف اليوم ضمن فقرتنا عن الطرق سليمة لاختيار مسارنا الأكاديمي بعد طبعا نتيجة البكالوريا، وكيف ممكن اختار شو الفرع اللي ممكن يناسبني، شو هي الوسائل. كل هاي التفاصيل رح يطلعنا عليها ضيفنا بالاستوديو الدكتور منير عباسي، وهو رئيس الجمعية السورية للموارد البشرية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. كل عام وانت بخير. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يعني مبادرة كتير حلوة حتقوم فيها دكتور، خبرنا عنها وقديه مهم اليوم كل طالب بكالوريا يكون دقيق جدا ويعرف يختار التخصص أو الكلية اللي راح يدخل عليها بعد. يمكن هي السنوات من الدراسة بالمدارس رح نفوت بمرحلة تانية بعيدة كليا. يمكن تمام. هلا نحن كجمعية إدارة موارد بشرية معنيين كتير بسوق العمل. نحن هلا بالشراكة مع مبادرة أو فريق عمل اسمه كنا وسنبقى. هدول الأشخاص هن فريق مكرسين بعض المبادرات لإرشاد الطلاب لدخول الكليات والمعاهد اللي ممكن هن يفاضلوا عليها. فنحن اشتركنا معهم هاي السنة وحندخل عليها شيء جديد كتير مهم لألون الطلاب، هو أول شيء شو اختصاصك، وبعدين شو مستقبل اختصاصك المهني. في كتير أحيانا بنفوت اختصاصات ما بنعرف شو مستقبلها المهني. صحيح. يمكن لبين ما تخرجنا ما عاد في فرص عمل متاحة لها، وفي اختصاصات ما لنا عيننا عليها أبدا، أو أهلنا ما عندهم دراية فيها، أو اللي حوالينا الوسط المحيط ما بيعرف شو مستقبلها المهني. نحن كجمعية إدارة موارد بشرية عيننا تماما على سوق العمل، بنعرف تماما نبض سوق العمل وشو المحتاجين بسوق العمل من هون لعشر سنين أو 15 سنة. فالشيء هي المبادرة اللي إحنا حنكون فيها إن شاء الله، وحنضيف فيها قيمة كتير كبيرة للطلاب. أول شيء إحنا حنزامن الطالب ونعرفه شو هي ورقة المفاضلة، يعني رح نشرح له إياها عن طريق أشخاص. طبعا المبادرة مدتها 5 أيام، يعني هي من 14 شهر ل 18 قبل ما يفوتوا يقدموا على المفاضلة. وين حتكون دكتور؟ حتكون إن شاء الله بعدة مراكز، في عدة أماكن مقترحة. حتكون في داخل الجامعة، جامعة دمشق، يعني بأكبر المدرجات عم نختارها، وبنفس الوقت بده يكون مزامن لإلها دورات تدريبية. الدورات التدريبية هي اللي بحاجة لإلها الطالب، إنه كيف تختار حياتك الشخصية خلال حياتك الجامعية، كيف تكون متطوع جيد بعدة جمعيات أهلية، كيف تختار مبادرات، أو إنك أنت تكون مستقل بعملك حتى وأنت عم تدرس. يعني في أشياء كتير حنقدم له إياها. هي نكهة خاصة لسوق العمل. كانت من أول هي مبادرة كنا وسنبقى دائما الفريق مشتغل عليها، هي 7 سنة، ولكن كانت دائما يجيبوا لهم ضيوف أكاديميين. هلأ شخص الأكاديمي رائع جدا، نحن ما أغفلنا دوره، ورح يجي ورح يعطي الطلاب كيف ممكن مسيرتك الأكاديمية خلال الحياة الجامعية أو المعهد. ولكن بعد ما تخرجنا وين رايحين؟ يعني نحن طيب، وحتى يمكن اهم نقطه دكتور، تمام، هي دائما نحن مثلا بتلاقي الدول الغربيه او المتقدمه شويه عننا بهالموضوع. في دراسات لسوق العمل هي اللي بتغذي الجامعات، شو الاختصاصات اللي لازم تفتح، لانه انت عندك احيانا اختصاصات هي هلا مو موجوده عندنا بالبلد، من هون لاربع خمس سنين حتكون مطلوبه كثير. عندك مثلا الذكاء الاصطناعي، البرمجيات، نحن عندك في عندك كثير اختصاصات جديده على سوريا، ولكن قطعنا فيها اشواط نحن وصرنا متقدمين وصرنا مزودين لهالخدمات عالميا، ليش ما نوجه الطلاب عليها؟ الشيء المهم كثير بالمبادره انه احيانا الوسط المحيط بالطالب ما عنده درايه كامله شو هي. يعني امبارح بس عم بتطلع على الاختصاصات الرئيسيه عندنا بسوريا، اكثر من 46 اختصاص بكليات، يعني في بعض الكليات اسمها شوي مضلل، يعني ما بتعرفي انت من اسم الكليه شو ممكن تختاري جواتها. يعني بعض الكليات تحت 8 اختصاصات، بينما مثلا كلية هندسة تطبيقية، طب شو تطبيقية؟ شو بيعني الأهل؟ الأهل كلياتهم بالأجيال اللي سبقتنا ما موجودة الاختصاصات بهالعناوين. هلأ توسعت كتير، كانت ممكن تكون هندسة بس ما كانت بقلبها 8 اختصاصات أو 12 اختصاص. فاللي حيميز المبادرة أنه نحن حنجيب شقين، الشق الأكاديمي يحكي لك شو بدك تدرسي جوات الجامعات والمعاهد، والشق
بسوق العمل اللي احنا مسؤولين عنه كلياتها اشخاص صار لها 10 سنين او 15 سنه عم تشتغل بالفيلد نفسه، حتحكي للطالب انه لوين رايح بهالاختصاص. كثير حلو. طيب دكتور منير، هل هذا الشيء مفتوح لكل الطلاب ولا رح يكون عدد معين او مثلا اشخاص مثلا الطلاب اللي اخذين علامات معينه، ولا لا بالعكس نحن حنفتح المجال؟ انت حضرتك عم تقول بمدرجات جامعه طبعا. دمشق، فهي التجربه كمان ممكن تنتقل للمحافظات باعتبار عندنا شريحه كبيره ايضا من المتفوقين بكل المحافظات. 100%. انا هلا احنا مراعيين هذا الموضوع، رح ننقل لايف ستريم لبعض المحاضرات حتى تكون دائما على صفحات التواصل الاجتماعي، يقدر يحضر الطالب من وين ما هو عم بفاضل، بحلب، بحمص، بسويدة، باللادية، عشان يشترك بنفس الشيء. والشغله هي اسم المبادره كلياتها بالجامعه ناطرينك. احنا ضفنا لها عنوان جديد كمان، حطينا بالجامعه وبسوق العمل ناطرينك، يعني احنا ضفنا لها الشق تبع سوق العمل. طبعا في مبادرات كثيره يعني عملتها عده جهات ومشكوره، عندك الامانه السوريه للتنميه عاملين كمان عينك على اختصاصات، في عده جهات عم تشتغل على الموضوع، ولكن تقطيره بسوق العمل هذا هو النكهه الجديده لإله هي السنه، وان شاء الله حيجيب قيمه مضافه. شان. لانه خلينا نقول على سبيل المثال، انت ما بدك تفوتي كطالبه اعتياري، بدك تكوني رائده عمل انت وعم تدرسي، فانت هون هذا الشق التدريبي برياده الاعمال مين بده يكون مسؤول عنه؟ نحن مختصين بالتدريب على رياده الاعمال ايضا، فانت مختاره انك بعد ما تتخرجي تكوني موظف اعتيادي ولا تكوني صاحبه عمل او صاحبه فكره رياديه، هي الاشياء لازم تزامن الطالب من السنوات الاولى، مو يعني مو يضل هو على مفترق طرق. اللي عم يصير فينا بيتخرج الطالب بضل بيعيش حاله ضياع ثانيه، انه انا شو بدي اشتغل بهي الشهاده اللي درستها 4 سنين؟ تمام، يعني لسه انت مالك عارفاني افق سوق العمل لهالشيء اللي انت انا عم تدرسيه اكاديمي. وفي اكثر من هيك دكتور، اوقات بنشوف كثير من الطلاب يمكن ان كان مو بهي السنوات القريبه، بسنوات قبل بيدرسوا سنه وسنه ثانيه بالجامعه، بعدين بغيروا اختصاصهم بيرجعوا سنه تمام. اولى، هي الكارثه، يعني بيضيعوا اوقات سنتين من عمره نتيجه عدم الاختيار الصح، ما حدا يمكن ارشدهم ضوالهم على الطريق شو ممكن يناسبهم. بنشكرك على الناحية كثير، لأنه نحن كمان مقدمين استبيان نوعي هالمرة، هو استبيان قياس الميول، يعني أنت بتسجلي بعض البيانات عن نفسك بيطلع لك شو الميول اللي أنت لازم تروحي عليه، وهذا جديد نحن عنا، يعني بسوريا كان يتقدم ولكن ليس بطريقة ممنهجة مثل هيك. فأنت بتعبي استبيان، نحن بنقول لك شو الفيلدات أو شو المجالات اللي ممكن بتناسبك أكثر لشخصيتك والمهارات الشخصيه اللي عندك. فهذا الشيء كثير كمان جديد، وهذا مؤلف من عده اقسام الاستبيان، وهو نحن ما عم نعيد لفه الدولاب من اول وجديد، لانه هو موجود هذا الاستبيان، وهي مقاييس عالميه نحن بس ترجمناه وحددناه وعملنا له عمليه، خليني اقول لك كاستمايزيشن، يعني عمليه تقطير بالقالب السوري لحتى يقدر يكون مزامن للاختصاصات الموجوده بجامعاتنا، وليس فقط مثل الجامعات يعني مثلا الغربيه اللي ممكن بعض الاختصاصات هي موجوده عندنا ولكن بغير مسميات وبغير مهارات. والشيء كمان الحلو اللي حنضيفه بهي المبادره، حيكون في تدريب مهارات شخصيه، يعني كثير اشياء هي لمهارات الطالب الشخصيه، واهم مهارات التواصل، مهارات العرض التقديمي، مهارات كيف تعمل علاقاتك، مهارات وين حياتك الشخصيه. وفي عنا شق اخير من هي المبادره، اذا بدك تراستي وتقدمي منح لبرا شو هي كمان، حنقدم الفحص مثلا، اكيد كلكم سامعين انه رجعت عمليه مركز الفحوص العالميه للغات مثل ايلز والتوفل هون بسوريا ب 2008، فهلا في عندهم فرصه كثير كبيره الطلاب انهم هن حرين. فشايفي انت مفترق الطرق الكبير كثير، بده ارشاد اكاديمي، بده ارشاد مهني كثير كبير. صحيح دكتور، يمكن كمان نحكي عن نقطه مهمه، في كثير من الطلاب بيخفلوا فتره التدريب او الشغل او التطوع، وانت قلت انه رح يكون في كمان مجال ليتعرفوا وين ممكن يتطوع هو ضمن مجاله، ممكن يتطوع بجمعيه تطوعيه تكون بتفيد هذا الشيء. هلا صرنا نشوف فرق طبيه، فرق ثقافيه، فرق يعني مجتمعيه، فرق متنوعه التطوع اللي صار موجود عندنا. خلينا نحكي اليوم شخص مو شرط انا اذا تخرجت اليوم بكره اشتغل، في ناس كثير بتتخرج بيكون الشغل ناطره هي عم تشتغل على حالها قبل بوقت، في ناس تتخرج بتفوق وبتقعد 4-5 سنين ما بتلاقي مكان تشتغل فيه. نحكي عن هي الفتره، قد ايه مهم انا استغل الفتره الاكاديميه بالتاهيل لما بعد التخرج؟ تمام، هذا حيكون تحت بند عده عناوين، مثلا العنوان الاول منه حياتك الشخصيه داخل الجامعه، حيقدمها كمان اشخاص هن عاشوا الحياه الشخصيه داخل الجامعه ونجحوا فيها. نحن طبعا بدي اقول لك انه الممبر تبعنا بالتدريب رح يكون كلهم قصص نجاح، يعني ما عم نجيب لهم اشخاص هن عباره عن وهم شايفينهم هن بس او كلام نظري، هن طلاب مثلهم. حتى الفرق اللي جاي تدربهم خلال هي المرحله الاولى هي فرق تطوعيه وبعدهم منهم طلاب،
يعني هن حيعاصروا حدا بيشبههم كثير موجودين، فرق وتفوق جدا. يعني احيانا بدنا حلقات الحقيقه لحتى نغطي على الفرق التطوعيه اللي لقت طريق لها بسوق العمل مثل ما قلتي حضرتك قبل ما تتخرج. في شيء كمان اللي احنا بدنا ننوه عنه، انه مو ضروري انه اختصاصك الاكاديمي هو اللي يحدد مسارك المهني. يعني احنا بنعرف كثير احيانا فاضلنا على قد علاماتنا خلينا نقول، ولكن شغفنا ومهاراتنا وشخصيتنا وجدت في مكان آخر. تمام. كتير في ناس مارسوا مهن وتفوقوا فيها وخطوا المسار المهني تبعها بامتياز وهن ليسوا من أهل الاختصاص اللي الأكاديمي لألا. هذا الشيء عم نلفت نظر الطلاب عليها، أنه لا تحس بحالك غلطة عمرك أنك اختصيت بمجال علمي هو بس على قد علاماتك أو ما كانت إمكانياتك المادية موجودة لتسجل مثلا بإحدى الجامعات الخاصة. لا، الشغل كلياته من هون لل 30 سنة لقدام هو سوق العمل مفتوح على المهارات أكثر من الشهادات الأكاديمية. فأنت مثلا إذا اختصيتي مثلا أو طلع لك علامات أدب إنجليزي، ما بينها تشتغلي بإدارة موارد بشرية، طلع اختصاصك. أنا بعرف كتير عندنا مهندسين تصوري، مهندسين ميكانيك وهن إداريين بمجالات إدارية متفوقين ورائعين، بينما بيروح في تفكيرك أنت هندسة الميكانيك والمحمولية بالتفكير بتروح كلها آلات صناعية وكلها رايحة على غيرها. تطورت الدنيا، هلا صار شو ناقصك أنت أكاديميا بتعوضي مهارات. هذا الشيء كتير بدنا نفتح عين الطالب عليه، أنه ما أنا نهاية الدنيا الاختصاص، بالعكس. هلا أنت كل ما طورتي مهاراتك، وحتى هلا في أبحاث جديدة بتقلك كل 10 سنين بدك تاخدي مهارات جديدة وإلا بتطلعي بريد سوق العمل. فحتى الناس اللي هي أخذت شهادة أكاديمية ونحن حسبنا أنه فتح لنا هذا الطريق وحنتقاعد فيها، هذا الشيء ما عاد ينطبع على المرحلة الجديدة. حتى دكتور كمان خلينا نقول بعض الطلاب كانوا متفوقين وقربت علامتهم العلامة الكاملة، الوسط المحيط حرام تفوت غير دكتور، هي الكلمة اللي نحن كثير بنسمعها، مو بس اللي ما جاب علامات، كمان اللي تفوق بيكون هو ما بده طب ابدا. فهون خلينا ناخذ بعين الاعتبار رغبة وسوق العمل وكثير من الخيارات غير العلامات الأساسية يلي انتم عم تشتغلوا على هذا الموضوع، ويمكن هو من أهم شيء ممكن يصير اليوم، انه قديش نحن ناخذ بإيد الطالب لحتى يختار المجال الأكاديمي يلي ممكن يفتح له سوق عمل ويبني له مستقبل رائع بعيدا عن الضياع وحالة التخبط يلي ممكن يشوفها طالب. فنحن نشكرك كثير دكتور، نتمنى لكم كل التوفيق، اكيد حنواكب شغلكم بالايام القادمه. شكرا لكم على استضافتنا، بيتشكر فريق التطوع اللي اسمه كنا وسنبقى اللي شاركنا بالمبادره هو للسنه السابعه، وبدي اقول لهم للطلاب انه يلاقونا بمبادره خلينا نقول بالجامعه ناطرينك، ونحن ضفنا لها بالجامعه وسوق العمل، وفي مبادرات اخرى. انا لو محل الطالب بتابع كل المبادرات وبحضر حتى كمان معارض الجامعات لحتى اعرف وين اختياري الافضل. شكرا لكم. شكرا لك دكتور، واهلا وسهلا فيك.